صار لي حوالي 25 سنة بفطر لحالي وحيدة، وبيجي علي رمضان وصعب علي لأنه بكون لحالي، بتذكر الأهل بتذكر إخوتي بتذكر، فصعب علي رمضان بشكل، أنا بحبه بس صعب علي. والله صعب علي، وفي الليل بخاف كثير، ايام بدقوا علي بس بطفي الاضوية، وفي اوضة جوا شايفونيش كثير. كانت ايام حلوة، هذه الايام هذه صعبة عصيرة كثير صعبة علي، الوحدة قتلتني، الوحدة ذبحتني، كيف أنا بدي أعيش؟ أيام بقعد باكل وببكي، ما فيش حوالي حدا، كانت الجمعة حلوة، الأهل الأب والأم والإخوة والخوات راحوا الله يرحمهم، ضلوا إخوتي صاروا ياخذوا أولادهم ويسجنوهم، بطلوا يحبوا يجوا، صاروا يخافوا.